يعني تأكد مقتل سنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من قبل الجيش الإسرائيلي في معركة برفح في تل السلطان تحديدا، كيف سينعكس هذا المقتل، مقتل سنوار، على حركة حماس والقتال الدائر بينها وبين إسرائيل؟ هل ستخف حدة القتال أم أن المعركة ربما بين حماس وإسرائيل يعني لن تتأثر، تتأثر ربما قليلا بمقتل قادة حماس، وتاريخ يشهد أن يعني إسرائيل قتلت كثيرا من قادة حماس، أليس كذلك؟ تحياتي لك والمشاهدين. تماما تماما، يعني اغتيال سنوار سيلحق ضرر كبير بالحركة بالتأكيد، ولكن هذه الحركة بتاريخها وبمجمل مواجهاتها مع المحتل عودتنا على أن مسألة الاغتيالات لم تؤثر فيها كثيرا. يعني شهدنا منذ 87 حتى اليوم هناك اغتيالات كثيرة ومتعددة وقاسية طاولت القيادات الكبيرة والصغيرة السياسية والعسكرية، ولكن الحركة ظلت كما هي متماسكة وتتعافى سريعا وتملأ الفراغات. الآن هل هذا الاغتيال سيؤثر في الحركة؟ بالتأكيد سيؤثر. الظروف صعبة جدا جدا، إسرائيل استطاعت أنه تلحق ضرر كبير بحركة حماس، تنزع منها إدارة القطاع سياسيا وعسكريا، وبالتالي الأمور شوي صعبة الآن، أصعب من ربما من الظروف التي سبقت. ولكن برأيي أنه حركة مثل هذه الحركة كما قلت، ولها مثل هذا التاريخ، ولها مثل هذه المثيرة من الاشتباكات والمواجهات، أعتقد أنه أيضا حماس ستجد لها أجوبة وستملأ الفراغ. قد يكون ذلك مش سريعا على صعيد ملء الفراغ. دكتور أحمد، عذرا للمقاطعة، يعني بعد مقتل سنوار، هل تعتقد أن ربما حماس ستلجأ إلى خيار القيادة الجماعية؟ وفي حال تم ذلك، كيف سينعكس ذلك على اتخاذ القرار بدلا من أن ينفرد شخص واحد باتخاذ القرار؟ لا، هو يعني بنية حماس تقوم على المؤسسات شورية كما يقال، عند حتى اتخاذ القرار يتم فلترته وتصفيته، مش لا, لا, لا تقوم حماس على فرد واحد بالمناسبة، وهذا ربما يكون شوي مختلف عن حتى فصائل فلسطينية أخرى. بالتالي مسألة القيادة الجماعية أو القيادة الشورية موجودة في حركة حماس. برأيي أنه الآن في غزة على الأقل الأمور قد تكون صعبة، ولكن يجب أن نقول أنه حماس لم تذب، لم تتفتت، لم تتفتت. هناك حماس في الخارج، هناك حماس، حركة حماس حركة جماعية كبيرة ولها مجالسها ولها قدرة على إنتاج القادة، لكن حتى نكون واضحين بدون مبالغات الأمور قد تأخذ وقتا. مسألة صعبة في قطاع غزة، هناك احتلال حقيقي للقطاع الإسرائيلي المحتل يتحرك كما يريد في قطاع غزة، وبالتالي الأمور صعبة للاتصال، للاجتماع، للتشاور، لاتخاذ القرار، وخاصة أن إسرائيل لن تسمح لحركة حماس بالتقاط الأنفاس. أنا برأيي أنه اغتيال سنوار لن يقلل من وتيرة الحرب، ربما سيقلل من وتيرتها لحظيا، ولكن إسرائيل والقيادة الحالية لإسرائيل لن تسمح ولن ترضى بأنه حماس تلتقط أنفاسها. وأيضا حركة حماس وكوادرها في الكوادرها الثانية والثالثة أعتقد أنها ستتشدد أكثر وأكثر، ليس فقط بالقتال وإنما أيضا حتى في التفاوض حول الأسرى.